Hi, I'm Chucky. No, you didn't, Meg. No, Chucky. ما في شك انه اغلبكم شاف فيلم تشاكي او حتى سمع عنه، واي حدا شاف الفيلم لمجرد ما يسمع اسم تشاكي رح يحس بسرعة دقات قلبه بسبب جو الرعب اللي كان بهداك الفيلم. وانا اليوم حابب احكي لكم القصة الحقيقية لهالفيلم. اذا جاهزين تسمعوا القصة اعطوني تركيزكم ويلا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاكي أو لعبة طفل هي سلسلة أفلام رعب تم إنتاج أول جزء منها عام 1988 من إخراج توم هولاند، وآخر جزء من السلسلة تم عرضه عام 2019. وأحداث الفيلم بتدور حول دمية متلبسة بالسحر أو الأرواح، وهالدمية بتعمل مشاكل لأهل البيت الموجودة فيه. بس الجانب المخيف من هالفيلم انه تشاكي مقتبسة من قصة حقيقية صارت في الماضي، وهالقصة بترجع لعام 1904. كان في عائلة غنية بتعيش بقصر كبير بولاية فلوريدا الامريكية، وهالقصر كان يطلق عليه قصر عائلة يوجيني. وبما انه قصر يوجيني قصر كبير، كان في اكثر من خادمة عم تخدم بهالقصر، وكان في عندهم طفل اسمه روبرت يوجيني. والجدير بالذكر انه روبرت لما كبر صار رسام ومخرج مشهور. الطفل روبرت كان متعلق تعلق شديد بخادمة من خادمات القصر، وهالخادمة كانت عجوز وسمراء البشرة. بس والدة روبرت ما كانت تعجبها تصرفات الخادمة، فقررت بعد فترة انه تقوم بطردها من القصر. بس الشيء اللي ما كانت بتعرفه والدة روبرت انه هالخادمة كانت بتعرف تستخدم سحر الفودو، هو نوع من انواع السحر الاسود اللي بيستخدم لتسخير الجن لإيذاء الناس والانتقام منهم. وقبل ما تطلع الخادمة من القصر، أعطت الطفل روبرت دمية كهدية بشان يتذكرها، وحكت له إنه هالدمية اسمها روبرت على اسمه. روبرت كان مبسوط كتير بالدمية وتعلق فيها كتير، لأنه كانت هدية من الخادمة اللي بيحبها. بس بعد فترة لاحظوا أهل روبرت إنه ابنهم عم بيحكي بصوت عالي، ولما يدخلوا عنده على الغرفة بيلاقوه عم بيحكي مع الدمية. من وقت ما أعطت الخادمة هالدمية لروبرت، انقلبت حياته المسكين 180 درجة، لدرجة انه اهل روبرت صاروا يسمعوا يوميا صوت صراخ وبكاء طالع من غرفة روبرت، ولما يسألوه عن الصوت يحكي لهم روبرت انه هذا صوت الدمية. الاهل بالبداية ما كانوا مصدقين حكي ابنهم روبرت، لانهم كانوا متوقعين انها مجرد تخيلات طفل. بس الخادمات اللي كانوا بالقصر اقتنعوا بحكيه، لانهم كانوا بيعرفوا انه الخادمة العجوز كانت شريرة وكانت تستخدم السحر الأسود. واستمرت الأشياء التي لا تصدق بالقصر، لدرجة أن الخادمات شافوا الدمية عم تتحرك من شباك لشباك، وشافوها كمان عم تطلع الدرج وتنزل. وبالليل كانوا أهل روبرت يسمعوا أشياء عم تتكسر وعم تتطاير من غرفة روبرت. وبأحد الليالي سمعوا صوت صراخ شديد طالع من غرفة روبرت، ولما راحوا يشوفوا شو صاير كانت الصدمة، لما شافوا سرير ابنهم روبرت مقلوب، وكان كل شيء أثاث بالغرفة مكركب، وكان ابنهم روبرت قاعد بالزاوية وخايف. ولما سألوه مين عمل هيك، حكى لهم اللي عمل هيك الدمية روبرت. وبعدها قررت والدة روبرت انه تتخلص من الدمية وتحرقها، بس الخادمات حذروا الوالدة من حرق الدمية ونصحوها بانه بدل ما تحرقها تحبسها بغرفة. وفعلا تم حبس الدمية روبرت بغرفة ما بيدخل عليها حدا. بعدها الجيران خبروا اهل روبرت انهم بالليل عم يلاحظوا انه في شخص عم يوقف على شباك الغرفة. وبعد هيك انتهت الأشياء الغريبة بالقصر. وبعام 1972 مات روبرت يوجيني الابن، وبعد زوجته القصر اللي كان فيه الدمية لعائلة تانية. والعائلة لما سكنوا بالقصر شافوا الدمية بأحد الغرف وأعطوها لبنتهم اللي عمرها 10 سنين، ورجعت الأشياء الغريبة تصير بالقصر، تطاير الأشياء وأصوات مخيفة كل يوم بالليل. ولما عرفوا العائلة اللي اشترت القصر إنه الدمية هي سبب كل شيء عم بيصير، قرروا إنه يسلموها للشرطة. ومن بعدها سلمت الشرطة الدمية لمتحف إيست مارتيلو المتخصص بعرض الدمى المخيفة والمرعبة بولاية فلوريدا الأمريكية. وبعد مرور فترة على وجود الدمية روبرت بالمتحف، صاروا العمال يشتكوا من أشياء غريبة عم تصير بالمتحف. أحد العمال قال إنه شاف الدمية روبرت
عم تمشي. وعامل تاني قال انه سمع اصوات غريبة ومرعبة من الدمية روبرت. بعدها قررت ادارة المتحف انه تحط الدمية روبرت بصندوق من الزجاج وكتبوا عليه خطر ممنوع الاقتراب. ويقال انك لو زرت المتحف وبدك تتصور مع الدمية لازم تستأذن منها وتناديها بالاسم. اذا حنت راسها للامام معناته انه هي موافقة، اما اذا رجعت راسها لورا معناته انه هي غاضبة، امشي من هون. ما بعرف اذا هالشي معقول او لا، انتو شو رأيكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وهيك حبايبي بنكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا تحطوا لايك اذا عجبكم، واهم شي تشتركوا بالقناة. واذا حابين تدعموا القناة ماديا فيكم تدعموني عن طريق ميزة التشكرات الموجودة تحت الفيديو. انا بشوفكم بالفيديو الجاي، والسلام ختام.